أعزائي المتابعين، مثل ما تشوفون طبعاً رفقة الإخوان الدفان والأخ باسم هم اللي دلونا على قبر الشاعر الكبير عبد الرزاق الحلفي. طبعاً لو ما هم يدلون ما كان نوصل له، لأنه ما حد يدل مكاننا وكان ما تصاحب نص المقبرة. مثل ما تشوفون هسه قدرنا اليوم الحمد لله والشكر نوصل إلى قبر الشاعر الكبير عبد الرزاق الحلفي. أعزائي المتابعين، مثل ما تشوفون اليوم جينا إلى قبر الشاعر الكبير عبد الحسين الحلفي. طبعاً هو موجود بالمقبرة القديمة مقابل السيد الصدر. هواية من المتابعين سيلونا على قبره الحمد لله والشكر، وطلبوا من عندنا نوصل إلى قبره، واليوم قدرنا نوصل إلى قبره بعد معاناة كبيرة بالاستعانة من الدفان وبعض الأخوة اللي موجودين بهاي المقبرة قدروا يوصلونا إلى قبره. لا تنسون قراءة سورة الفاتحة على روح الشاعر الكبير عبد الحسين الحلفي، وإلى شيعة أمير المؤمنين جميعا رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. أعزائي المتابعين، هسه احنا راح نطلع منا من يم القبر إلى الشارع العام حتى المتابعين اللي يحبون يجون يقرون سورة الفاتحة على روح الشاعر الكبير عبد الحسين الحلفي حتى يندلون الطريق منين. تعالوا ويانا. راح طبعا بصعوبة يلا تقدر توصل القبر مالته لأن صار نص القبر. الطريق هذا الطريق هو يوديك الى الشارع مقابل السيد الصدر. العمود العالي او البرج هذا العالي تقدر تدخل من عنده وتوصل يوديك الى الشاعر الكبير عبد الحسين الحلفي. طبعا هذا الطريق شويه تقدر تمشي به، بينما ذاك الطريق من هناك ما تقدر. يوديك الى قبر الشاعر الكبير عبد الحسين الحلفي والدفان صالح حاج العكاج. هو يوصلكم للقبور احنا العكاج. اعزائي المتابعين، مثل ما تشوفون حلقتنا لهذا اليوم يم قبر الشاعر الكبير عبد الحسين الحلفي اللي موجود بالمقبره القديمه مقابل السيد الصدر. لا تنسون الاشتراك بقناة اليوتيوب وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.